لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لن تصدق من هي زوجة الشيخ الكفيف الفلسطيني الدالي. في صف الموسيقى اكتشف صوته حينما يقرأ فهد الدالي القرآن، تشعر بكل حرف وكلمة يرتلها في صوته جمال يجبرك على الانصات إليه بأمعان، وإذا أنشد تنفض الحان عن هذه الغبار عن القلب ويعبه الجميع، حسسها الجميع عن من هي زوجته وكم عرض ابنه. يرفض الشيخ فادي تعلم المقامات، فهو يفضل أن يعيش مع القرآن بإحساسه دون أن يجعله مقيدا بقاعدة المقام. في شهر رمضان تتسابق المساجد اليوم فادي محاربيها في صلاة التراويح، حينما حل تجد الناس يقبلون على إمامته حيث يجدون سكينة النفس وهم يستمعون إليه. لا يحب فادي أن يشعر بأنه كفيف حتى لو طوعت التكنولوجيا لأجله. إذا يرفض اقتناء عصا ناطقة تعينه على السير الطرقات، يرغب بأن يعيش الحياة مبصرا ببصيرته. يقول فادي لفلسطين: أشعر أنني مبصر في قلبي، أقوم بأمور حياتي دون مساعدة والاعتماد على أحد، هكذا تعلمت من صغري منذ قررت مواجهة الحياة معتمدا على نفسي. في حياته مر بمحطات عدة شكلت شخصيته منذ اليوم الأول. قرار والده بإرساله إلى غزة لالتحاق بمدرسة المكفوفين حيث كان يعيش برفقة أسرته في السعودية التي خلت من المدارس الخاصة بالإكفاء، فضلا عن المدارس الداخلية التي رفض والده تسجيله بها. يضيف فادي: كان القرار بالنسبة لي والأمي نزع روحي في حين كان يغلب علي أبي الجانب العقلي لكونه طيبا فغلب مصلحتي على كل شيء. فادي مكل في الإنشاد أو إصدار أناشيد خاصة، ولكن مجرد أن ينشد لغيره تنتشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي كالنار في العشيين، فما السبب؟ يجيب: الإنشاد ليس هدفي، وركز على الإقامة وقراءة القرآن أكثر. فمن تجربة الشخصية، وجدت أن الناس حينما تجد قارئ منشد توقف عن سماع صوته في القرآن وتركز على سماعه في الإنشاد. ومن أكثر الأناشيد التي وجدت انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي عيناي، التي أنشدها المنشد اليمني عبد القادر قوزع، وعاد هو مع المنشد إبراهيم الأحمد أنشادها. ولا هذه الإنشيدة قصة يرويها فادي، اقترح إبراهيم على إنشادها ورحبت الفكرة وسجلناها في استوديو بتركيا. وكنا نقصد فيها الرد على أنشورت يا أمي الضرير التي فيها نوعا من الحزن، لتردنا بس الإضرار والإصرار والأمل في نفوس المستمعين. أما المديح النبوي والإنخراط بها الذي يذكر رواجا بين الجمهور في مختلف المناسبات الاجتماعية والدينية، فلا يفضله فادي معللا بأن هناك مأخذ على هذه بعض الكلمات التي تحتاج إلى فلترة وفيها شرك بالله. ومن المواقف التي سكرت شخصيته ورغب كسواتها في الظهر، يذكر أنه كان يشكو في المرحلة الثانوية من تأخر الساق عليه في أثناء ذهابه وإيابه من المدرسة. فذات يوم قرر والده بأن يدعه يستقل سيارة وحده دون ساق خاص يوميا، وكان هذا القرار فارقا في حياته، جعله يعتمد كليا على نفسه وعزز استقلاليتها. واكتشفت المدرسة بالصدفة ندوات صوت فادي في صفوف الموسيقى وفي عمر 9 سنوات، والمسجد استعماله في طريق حفظ القرآن حتى أصبح من أشهر القراء في فلسطين. وتسأل جميع من هي زوجته. القارئ فادي 39 عام من مدينة غزة، كفيف منذ الولادة، متزوج ولديه من البنات 5، حاصل على بكالوريوس في الشرعية الإسلامية وماجستير في الفقه المقارنة، ومن القراء والمنشدين العالميين في فلسطين. حفظ القرآن في عمر 18 عام وهو متزوج من فلسطينية دون كشف عن وجهها، وأنجب منها 5 بنات. لن تصدق من هي زوجة الشيخ الكفيف الفلسطيني الدالي. في صف الموسيقى اكتشف صوته حينما يقرأ فهد الدالي القرآن، تشعر بكل حرف وكلمة يرتلها في صوته جمال يجبرك على الانصات إليه بأمعان، وإذا أنشد تنفض الحان عن هذه الغبار عن القلب ويعبه الجميع، حسسها الجميع عن من هي زوجته وكم عرض ابنه. يرفض الشيخ فادي تعلم المقامات، فهو يفضل أن يعيش مع القرآن بإحساسه دون أن يجعله مقيدا بقاعدة المقام. في شهر رمضان تتسابق المساجد اليوم فادي محاربيها في صلاة التراويح، حينما حل تجد الناس يقبلون على إمامته حيث يجدون سكينة النفس وهم يستمعون إليه. لا يحب فادي أن يشعر بأنه كفيف حتى لو طوعت التكنولوجيا لأجله. إذا يرفض اقتناء عصا ناطقة تعينه على السير الطرقات، يرغب بأن يعيش الحياة مبصرا ببصيرته. يقول فادي لفلسطين: أشعر أنني مبصر في قلبي، أقوم بأمور حياتي دون مساعدة والاعتماد على أحد، هكذا تعلمت من صغري منذ قررت مواجهة الحياة معتمدا على نفسي.
في حياته مر بمحطات عدة شكلت شخصيته منذ اليوم الأول. قرار والده بإرساله إلى غزة لالتحاق بمدرسة المكفوفين حيث كان يعيش برفقة أسرته في السعودية التي خلت من المدارس الخاصة بالإكفاء فضلا عن المدارس الداخلية التي رفض والده تسجيله بها. يضيف فادي كان قرار بالنسبة لي والأمي نزع روحي في حينك أنا يغلب علي أبي الجانب العقلي لكونه طيبا فغلب مصلحتي على كل شيء. فادي مكلف الإنشاد أو إصدار أناشيد خاصة ولكن مجرد أن ينشد لغيره تنتشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي كالنار في العشيين فما السبب؟ يجيب الإنشاد ليس هدفي وركز على الإقامة وقراءة القرآن أكثر. فمن تجربة الشخصية وجدت أن الناس حينما تجد قارئ منشد توقف عن سماع صوته في القرآن وتركز على سماعه في الإنشاد. ومن أكثر الأناشيد التي وجدت انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي عيناي التي أنشدها المنشد اليمني عبد القادر قوزع وعاد هو مع المنشد إبراهيم الأحمد أنشادها. ولا هذه الإنشيدة قصة يرويها فادي اقترح إبراهيم على إنشادها ورحبت الفكرة وسجلناها في استوديو بتركيا وقلنا نقصد فيها الرد على أنشورت يا أمي الضرير التي فيها نوعا من الحزن لتردنا بس الإضرار والإصرار والأمل في نفوس المستمعين. أما المديح النبوي والإنخراط بها الذي يذكر رواجا بين الجمهور في مختلف المناسبات الاجتماعية والدينية فلا يفضله فادي معللا بأن هناك مأخذ على هذه بعض الكلمات التي تحتاج إلى فلترة وفيها شرك بالله. ومن المواقف التي سكرت شخصيته ورغب كسواتها في الظهر يذكر أنه كان يشكو في المرحلة الثانوية من تأخر الساق عليه في أثناء ذهابه وإيابه من المدرسة. فذات يوم قرر والده بأن يدعه يستقل سيارة واحدة دون ساق خاص يوميا وكان هذا القرار فارقا في حياته جعله يعتمد كليا على نفسه وعزز استقلاليتها. واكتشفت المدرسة بالصدفة ندوات صوت فادي في صفوف الموسيقى وفي عمر 9 سنوات والمسجد استعماله في طريق حفظ القرآن حتى أصبح من أشهر القراء في فلسطين. وتسأل جميع من هي زوجته القارئ فادي 39 عام من مدينة غزة كفيف منذ الولادة متزوج ولديه من البنات 5 حاصل على بكالوريوس في الشرعية الإسلامية وماجستير في الفقه المقارنة ومن القراء والمنشدين العالميين في فلسطين. حفظ القرآن في عمر 18 عام وهو متزوج من فلسطينية دون كشف عن وجهها وأنجب منها 5 بنات. لن تصدق من هي زوجة الشيخ الكفيف الفلسطيني الدالي في صف الموسيقى. اكتشف صوته حينما يقرأ فادي الدالي القرآن تشعر بكل حرف وكلمة يرتلها في صوته جمال يجبرك على الانصات إليه بأمعان وإذا أنشد تنفض الحانه أن ذي الغبار عن القلب ويحبه الجميع حيث سأل الجميع عن من هي زوجته وكم عرض ابنه. يرفض الشيخ فادي تعلم المقامات فهو يفضل أن يعيش مع القرآن بإحساسه دون أن يجعله مقيدا بقاعدة المقام. في شهر رمضان تتسابق المساجد ليوم فادي محاربيها في صلاة التراويح حينما حل تجد الناس يقبلون على إمامته حيث يجدون سكينة النفس وهم يستمعون إليه. لا يحب فادي أن يشعر بأنه كفيف حتى لو طوعت التكنولوجيا